أول ما دخلت للإمام وشوي من كنت مستوعب حسيت براحة. المواكب السيئة تعلمنا على التاريخ والأخلاق. هاي المواكب تشجعنا على الأخلاق والثقافة والخدمة. نتعلم إنه حسن الأخلاق وشلون إنه نحزن على إنه مقتلهم ودائما إحنا نشارك بالعزاء. بس عاشورك يا رب سري ربتني جروحك قبل أمي. احنا من نخدم الحسين شوي نحس براحة وفخر دون نظل نلتزم بالخدمة. قضية إمام الحسين أخلاقية وتربوية، تعلم الأخلاق والتربية والصبر. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.